النهارده هنعمل مع بعض اجمل فستان في الدنيا، فستان كاب بطريقه سهله قوي قوي بسيط. هو الفستان صيفي بس الطلب مني الحقيقه. الفستان عباره عن فستان كاب ومعمول فيه قصه البرنسس، ومن قصه البرنسس معمول فيه الحمالات او الكتافه اللي ممكن تستخدميها انك تمسكي بيها الفستان. فستان سهل جدا وبسيط، القصه كاب والفستان معمول بقصتين، قصه كاب وكمان بقصه البرنسس بشكل سهل قوي قوي بسيط. كل اللي عليك بس لايك جامد وتعليق اجمل واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نعمل فستان بطريقه سهله وبسيطه قوي قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا، وحشتوني قوي قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بصوا يا جماعه، الفستان اللي احنا هنعمله ده فستان كاب، مش هيبان كده، هيبان مع الباترون ومع التعديل بتاع الباترون بتاعه. تمام تمام. طب هو الفستان كب ومحطوط في الحمالة بتاعته، عبارة عن الحمالة معمولة في قصة الكب دي. يعني احنا هنا عملنا قصة، وبعد ما عملنا قصة عشان نظبط الكب بتاعنا ونظبط كمان الظهر، الظهر ما عملناهوش مقفول، الظهر عملناه برضو ليه قصتين عشان نعمل ليه الحمالة نكملها معاها. تمام، فاحنا هنشوف كل ده مع الباترون. ثانية واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم. كده النهاردة هيبقى رسم الباترون بس بتاعنا، هنرسمه كده ايه اللي هو يعني هنعرف التعديل والباترون. تمام، وهو ايه بعد يعني على طول احنا عارفين ان القصة بتاعته هتبقى ان شاء الله ازاي، سهلة وبسيطة. هي القصة كب بشكل سهل اوي اوي بسيط. تمام، وهنرسم كده زي ما عارفين طبعا، هنرسم دوران الصدر 10 سنتي، وبعدين هناخد هنا 8 سنتي دوران الوسط، وبعدين هننزل هنا 10 سنتي تانيين عشان نعمل طول الجنب بتاعنا. فطول الجنب عندنا هيبقى هو دوران الارداف، وهو اكبر حجم هيبقى 11 سنتي بالظبط. تمام تمام. ولو انت عايزة باقي الجزئية دي يبقى برضو ضمن الطول، فانت ساعتها بتاخدي 11 سنتي بتحطيهم برضو هنا وبتشتغلي نفس الدوران بتاعك. تمام، وهننزل هنا 3 سنتي. طبعا بالنسبة للدورانات يعني بالنسبة لحرد قصة الكب دي، القصة مش محتاجة حردة الرقبة، بس انا بعمل حردة الرقبة علشان على اساسها هعمل خط الكتف، واللي انا محتاجاه عشان اعمل منه حردة الجيرو او حردة الجيرو بشكل سهل وبسيط باذن الله. ثانية واحدة يا جماعة، بصوا هتبقى كده، وبعدين هنعمل هنا كده حردة الجيرو. ثانية واحدة، حردة الجيرو ليه بعوزها او بحتاجها في باترون الكم، عشان في باترون الكب، عشان خاطر هي اللي بتحدد لي الكب بتاعي هيبقى من اول فين لحد فين بالظبط. تمام تمام. وهنيجي بعد كده نوصل بقى الخطوط الاساسية او الدورانات الاساسية، واللي هي دوران الوسط، وبعدين هنوصل دوران الارداف اللي هو اكبر حجم عندنا. تمام، وبكده احنا خلصنا التصميم بتاعنا. التصميم اصلا عبارة عن الشكل ده. تمام طيب، دلوقتي احنا عايزين بقى نعمل حردة الجيرو، حردة القصدي نعمل خط خط الكب. فالخط ده كده هيبقى خط الظهر، يبقى انا كده هشتغل خلفي مش امامي، فانا هظبط بقى ان انا اشتغل امامي، فهعمل كده. وبعدين هنعمل حاجة زي القلب كده. تمام، بصوا يا جماعة تبقى زي القلب كده. تمام طيب، زي القلب كده. فاحنا عملنا هنا 8 سنتي، هتبقى دي 4 سنتي، هنقسم الجزئين يا جماعة. ودلوقتي احنا قسمنا خط الوسط، قسمناه نصين، يعني هما 8، فاحنا خليناه بالظبط يبقى عند الأربعة. فهناخد هنا 0.5 سنتي، وهناخد الناحية التانية 0.5 سنتي، عشان هدي تبقى بنسة الوسط اللي احنا عايزين نحقق معه، ودي بنسة الوسط اللي احنا اصلا عايزين نصرفها. فهنصرفها ازاي؟ فهنصرفها عن طريق قصة الحل، قصة الكب. تمام، بصوا بنفس الشكل ده كده، يبقى هنا دي كده احنا من اول هنا كده هنقص، يعني هنفتح الشق ده كله وهنسيب ده الجزئيه دي مقفوله. فانا عايزه الطول ده يبقى معايا، فانا هشتغل بنفس الطول ده كده، وهنوصل كده الطول اهو بنفس الشكل ده يا جماعه. تمام كده تمام. طيب دلوقتي في اي حاجه تانية او اي تعديل تاني على الباترون بعد قصه يا جماعه؟ وكده احنا خلصنا التعديل، والتعديل هو ايه بعد الباترون الاساسي؟ احنا عملنا الباترون الاساسي اهو، وبعدين عملنا خط الجيرو، ومن خط الجيرو طلعنا خط، وبعدين طلعنا هنا 1.5 سنتي، وبعدين عملنا نص حرده كده زي القلب بالظبط، وبتقفل هنا عند النقطه دي زي القلب. ليه؟ عشان خاطر يبقى كب زي القلب بالظبط. تمام تمام. وبعدين جينا قسمنا الجزئيه دي، الجزئيه بتاعه الكب دي، وقسمناها ونزلنا منها بخط على خط البنسه، وعشان نفتح كل ده خط البنسه ويبقى بالظبط مظبوط معانا. تمام، فاحنا هنقص الجزء ده
انا هقص جزء واحد يا جماعه، او اقص كام، ماشي اقص الجزئين مش هعملكم الخلف والامام بالمره. ثانيه واحده، هتبقى كده. بصوا يا جماعه هتبقى بنفس الشكل ده كده، عشان طبعا احنا متعودين على قصه الكب، فاحنا هنقص الكب على طول من غير ما نقص الجزئيه اللي فوق دي، وهتبقى كده. تمام تمام. قبل ما نقص الجزئيه بتاعه اللي احنا متفقين عليها دي، هوريكم الشكل بتاع الكب اللي بكلمكم فيه، اللي هو زي القلب. بصوا عامل ازاي يا جماعه، نفسه زي القلب. تمام، فهو ده اللي احنا عايزين نوصل. طيب دلوقتي احنا دينا وصلنا له اهو، بس احنا عايزين يبقى مظبوط اكتر ومتجسم، بحيث ان لما الكب ده تلبسه او يعني تلبسه ما ينزلش منها، او يبقى نازل او ساقط منها، لان في فساتين كتير قوي بتبقى كده. تمام، فاحنا هنعمل ايه يا جماعه، هنعمل الشق ده كده، وهنشيل الفراغات دي. مش هشيلها الفراغات دي، انا مش هشيلها الفراغات دي، انا هسيبها. ليه؟ لان انا اصلا هركب في فيها هنا الحمالات بتاعه الامام والخلف. تمام، فانا هنا عندي ده الامام وده عندي الخلف، فانا هقص هنا كده الامام اهو، الخلف قصدي، هقصه، هقص منه الجزئيه اللي هي الزياده عندي، والزياده عندي هنا هو الكب بتاعي اللي انا مش محتاجاه بالنسبه للخلف. تمام كده يا جماعه. تمام، طيب بصوا بقى كده، وبعدين بنقفل الجزئيه دي بنفس الشكل ده اهو كده. ثانيه واحده، بصوا بنفس الشكل ده كده، ادينا كده ظبطت الجزئيه، عملت ده الخلف وده الامام، الناحيه الثانيه الامام. تمام تمام. دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا دلوقتي عايزين نجيب الحمالات بتاعتنا بشكل سهل برضو وبسيط. ثانيه واحده، بصوا يا جماعه كده دلوقتي دي الجزء الامامي اللي احنا متفقين عليه، ادي الجزء الامامي اهو. ثانيه واحده، شيل بس الجزء ده عشان اوريكم الجزء الامامي. بصوا ادي الجزء الامامي اهو. تمام، فاحنا عايزين نشتغل بقى نحط الحماله بتاعتنا في الجزء الامامي. فاحنا هنعمل ايه عشان نحط الجزء يعني الجزئيه دي؟ فاحنا هنعمل بنفس الشكل ده كده. ثانيه واحده، وهتبقى بالطرف ده كده، وهنجيب الاجزاء دي على بعضها. يعني بصوا التلات اجزاء اهم حطيتهم بنفس الشكل ده، وبعدين بقفلهم كده على بعضهم. تمام، وبندبسهم بنفس الطريقة دي. طبعا معلش على الدوشة دي كلها، معلش. بصوا يا جماعة تبقى كده. ثانية واحدة، وباقي الجزئية دي هتبقى للكتف التاني، او الجزء الخلف بتاعنا بتاع الظهر. فادي الجزء الاولاني بتاع دي انا عملتها، المفروض بتبقى فيها كشكشه وبتنزل يبقى فيها كشكشه كتير قوي، بس عشان ده ورق فانا مش عرفت كشكشه كتير. تمام، فانت هتشتغليها بكشكشه كتير. وبعدين بناخد الجزئيه التانية بتاعه الظهر اهي، وبناخد نفس الجزئيه دي كده، وبنقفل الجزئيه دي كده على بعضها. بصوا هتبقى نفس الشكل ده كده. ثانيه واحده، هتبقى كده، هي مش هتبقى طويله قوي لان الورقه بتاعتي مش طويله قوي، فاحنا هتبقى كده. بصوا يا جماعه انا عايزه اوريها لكم، بس هي بتتشطب بنفس الشكل ده. تمام، ولو عايزه برضو بيبقى فيه جيب برضو بندخله مع اي قصه، طبعا مش جيب من حته مش من عند الصدر، لا من عند الوسط او من عند الارداف. لو في قصه برنسس معانا هتفرق كتير قوي. تمام تمام. ثانيه واحده، وادي الجزئيه اهي عملناها بنفس الشكل ده اهو، وادي كده. بصوا يا جماعه اديني كده ركبت الامام مع الخلف، بس ناقصني ان انا اظبط يا جماعه. وكده احنا خلصنا الفستان بتاعنا او التصميم بتاع الفستان، وانتي بتكملي بنفس الشكل، وطبعا بتاخدي مقاس اطول من كده عشان خاطر يبقى الكتف بتاعك او الحماله بتاعتك بتبقى اطول من كده، وطبعا بيبقى فيه كشكشه بالنسبه للخلف وبالنسبه كمان للامام. بصوا فهو ده الشكل الاساسي بتاعنا او النهائي. بصوا يا جماعه بنفس الشكل ده كده، دي بتبقى واقفه كده بنفس الشكل ده، والناحيه التانية نفس الحكايه بتبقى واقفه برضو، والكب بتاعك بيبان. ولو حابه ان انت ترسمي الكب برضو بيبان بعد كده. يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط وعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لايك جميل تعليقك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس بس كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. امن ايديكم في خدك والحاجات دي. بعد اذنك كده بنبص للساده المشاهدين واقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. هقول لهم ايه؟ يعملوا سبسكرايب. اعملوا لك اشتراك للبتاع. وقول لهم يفعلوا زر الجرس. جرس الفسحه انت اللي كان هموت ايدك معاه.